هذه الوصيه صحيح ان الكتاب كتاب التوحيد لكن مرورا بهذه الايات ودين الله عز وجل واحد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه فالمسلم يحتاج الى جميع احكام الله عز وجل التي انزلها على عباده منها تحريم القتل قال قتل الاولاد فقال ولا تقتلوا اولادكم من املاق قوله جل وعلا من املاق ليس المراد هذا قيد يعني لا تقتلوا أولادكم من إملاق أما من غير إملاق فاقتلوهم يسمى هذا إيش صفة كاشفة لبيان الواقع لأن من واقع هؤلاء المشركين في جاهليتهم أنهم كانوا يقتلوا أولادهم لسوء ظنهم بالله عز وجل أن الرزق لن يكفيهم ويكفي أولادهم فكان منهم من يبادر إلى قتل الأولاد فقوله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هل هذا قيد وشرط ولا صفة كاشفة صفة كاشفة يعني لو كان قيد او شرط صار المعنى ولا تقتلوا اولادكم من املاق اما من غير املاق فاقتلوهم لا بأس كقول جل وعلا وقتل, وقتل من الانبياء بغير حق ما في نبي يقتل بحق لكن يبين واقع بأنش يقتل من الانبياء بغير حق او كقول جل وعلا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهل في شرك نزل الله بسلطان؟ كل الشرك ما نزل الله بسلطان لكن يقال صفة كاشف لبيان واقع أن الواقع أن الشرك ما أنزل الله بالسلطان وأن قتل الأنبياء بغير حق وأن هؤلاء يقتل أولادهم من إملاق خشية الفقر وإلا قتل الأولاد عموما قتل النفس التي حرم الله لا يجوز من كبائر الذنوب المهم أن هؤلاء لسوء ظنهم بالله عز وجل وظن السوء بالله عز وجل من أكبر الكبائر فالله عز هو الرزاق وذو القوة المتين يرزق العباد وتكفل بأرزاقهم لكن نقص الرزق فبسبب ذنوب العباد يعني سوء تصرفاتهم لكثره معاصيهم فقد ينقص عنهم الرزق والا الله جل وعلا جعل الارض كفاتا احياء واموات يعني تكفيهم هم احياء وتكفيهم هم اموات لكن سوء تصرف العباد ربما قتل بعضهم بعضا ربما افسدوا الزروع ربما اهلكوا البهائم فحينئذ ينقص عليهم الرزق والا الله جل وعلا قد انزل الرزق كاملا يكفي عباده جميعا